لجنة الاستئناف باتحاد كرة ترفض تظلم بيراميدز على قرار مشاركته بالكونفدرالية. أنا هقرأ خبر الحقيقة لأنه ماشي. قررت لجنة الاستئناف استئناف التظلمات باتحاد كرة القدم تأييد قرار مجلس إدارة الاتحاد بشأن مشاركة الأندية المصرية في بطولات أفريقيا، وقررت اللجنة قبول تظلم نادي بيراميدز شكلا ورفضه من حيث الموضوع، عدم قبول أنا آسف، وتقدم بيراميدز في وقت سابق بتظلم لاتحاد كرة القدم للمشاركة في دوري الأبطال بدلا من النادي الأهلي. اتحاد الكرة بيقول صرف مستحقات الحكام كاملة قبل انطلاق الدوري الجديد شيء رائع، أتمنى أن يحدث، أن يتم صرف كل مستحقات الحكام علشان الحكام تبتدي تبقى أو تخش مركزة، عندها استقرار، عندها استقرار فني وذهني وإداري وكل شيء فيما هو قادم. يجب، احنا كل مرة وكل سنة بيتقال هذا الكلام ولا يتم، أتمنى أن هو يحصل السنة دي، لأن احنا ما حدش يقول لي أنت ضد الحكام، لا احنا مش ضد الحكام، احنا دايما بنقف مع الحكام ودايما الحكام من حقهم. الراجل ما هو الناس دي عندها بيوت وعندها مسؤوليات يجب ان هي تصرف عليها، ولكن من حقهم ان هم ياخدوا مستحقاتهم، ولكن وهنقف في ظهرهم وهنقول اتحاد كره القدم لو سمحت ادي لهم مستحقاتهم، لانه مهم جدا 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 ان يكون الذهن صافي، دنيا هاديه علشان اقدر يكون هناك عداله تحكيميه من الكل، من كل الحكام لكل الفرق، لل 18 فريق اللي موجود اللي بيتنافسوا علشان من يفوز بالدوري يفوز ومن يهبط للدرجة الدنيا يهبط. انطلاق الدوري القسم الثاني يوم 13 أكتوبر. كابتن محمد بركات بيجتمع بجهاز المنتخب الأولمبي لمناقشة ترتيبات المعسكر المقبل. مرة تانية أحذر، مرة تانية أحذر أن هناك خبر أو موضوع أنا اتكلمت فيه من أسبوعين أو من ثلاث أسابيع يخص أن مباراة السوبر المحلية ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك اللي هتقام يوم 28 أكتوبر في الإمارات، هذه المباراة ستتعارض مع تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للأولمبياد باريس. المنتخب الأولمبي المفروض هيلعب يا يوم 27 يا 28 يا 29. هل هناك بوادر أزمة؟ أنا حذرت وقررت واتكلمت في هذا الموضوع من أسبوعين أو من ثلاثة. مرة تانية بقول أهو بأكرر من فضل حضراتكم كاتحاد كورة يجب أن يكون هناك توضيح لهذا الأمر للرأي العام إيه اللي هيحصل عشان ما تجيش كله يخبط في بعضه وتلاقي الموضوع مش في صالح حد بالمناسبة. حالة غموض غير مبررة. تاني مرة اهو. تاني مرة في أقل من 10 أيام. ولا لازم نستنى لما الماتش يقرب وتبقى أزمة ونقول نعمل إيه وده يقول لك أصل إسلام بيدوس علينا وإسلام بيزايد وده بيعمل يا جماعة. طب إحنا قلنا من شهر أنا ولا بزايد ولا بعمل حاجة، أنا بقول بقالي ثلاث أسابيع أنا بقول إن أنا عايز الصالح العام. عايزين نساعد اتحاد الكرة ونساعد النادي الأهلي، هو ده اللي احنا عايزينه، أن يكون هناك أمور مستقرة وواضحة. يا كابتن بركات، يا كابتن ميكالي، يا جماعة يا اللي مسؤولين في اتحاد كرة القدم، من فضل حضراتكم لو في قعدة حصلت للنادي مع النادي الأهلي مع النادي مع ونادي الزمالك كل الأندية الحقيقة ما تطلعوا تقولوا لنا. فأهلي وزمالك علشان هم دول اللي عندهم المباراة السوبر. فلو عندهم لعيبه في المنتخب الاولمبي هيحصل ايه؟ حد يطلع يقول لنا، اتمنى.